العشاق والأوفياء من الفريق الحريسي، تشكيل فريق المحلي، فريق يوسف يطبرشيد يدخل مباراة اليوم بالأسماء التالية على مستوى حراسة المرمى: الحسين الشاذي، بقية الأسماء هشام التايك، يوسف الشينا، امين ابو الفتح، مراد كعواش، هيثم معينا، لونفو بون سينغو اريتيه. على تشكيل الفريق الضيف اولمبيكاس في الحراسه اليوم: احمد مروان بساك، بقيه الاسماء: كلاوديو، رافائيل دي سانتوس، رقم 2 محمد مراد ناجي، محمد وسط رقم 30، رقم 5 مدي خالص، رقم 10 محمد المربيط، وليد صبر، رقم 8 بواكوفي دافي، دافي رقم 9 للاعب هيثم عينا. يلعب اللي فتح احمد فتاح، لعب كرة قصيرة، هذا اسلوبهم، هذه طريقة لعب الفريق الحريسي. تمشي على مستوى الشارع اليمنى لفائدة لوفومبو، لعب السرق للشيش الملكية، توخر يختار التسديد محاولة خطيرة، وتابع جيدا من الدفاع، يدخل كلاوديو رافائيل سانتوس، ومرة ثانية العرضية في الجانب، من هنا البحث عن التحضير ولمسة يقول الحكم ضد لاعب الفريق الحريسي كريم الهاشمي. كرة تمشي لكوفي بالتحضير، يتقدم كوفي، يمشي كوفي، محاولة مسيوية، البحث عن التسديد، فرصة التسديد، سديدة بعيدة، بعيدة كل البعد على المرمى، الحارس انتظر تنفيذها من جانب وليد الصبار ومحمد المرابط. الفرصة في حدود دقيقة 18، شرعة مقوسة، ربعة الراسية، محاولة إبعاد، يخرجها من يخرجها اللاعب الشيخي، محمد الشيخي اللي دخل بديل، رغم ذلك تعود مسيوية لحمزة خابة، خابة يبحث عن التمرير، تركب من ذلك لكوفي، كوفي يرى الوقت عن التسديد من جانب سيف الدين كحلاوي، سدد لكن كرة ترتد، خرجها كلاوديو للتماس، كرة في الجهة اليمنى، ستلعب من لوفومبو، لوفومبو يلعب سريعا، فتح عبد الخالق يترحب بعرضية، اخطر فرصة مع بداية الدقائق الأولى، حمزة خابة، خابة يبحث عن الحلول، الدعم والمساندة من محمد وطارة، محمد وطارة لخابة، خابة 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 سدد، خابة، جميلة جميلة الفكرة من خابة، توغل على مستوى الجهة اليسرى، يختار التسديد، تمر جانبا من القائمة الأيمن للحارس الحسين الشاذ، مقبول جدا ومحترم بالنسبة لجماهير النسيوية، جماهير اللي تدعم وتساند فريقها في مباراة اليوم، قواس راسية، مشات محادية، مشات محادية، لا حد استغل هذه الفرصة الفنية، تمريرة، فرصة فرصة فرصة، ذهبت محادية الأجمل في هذه المحاولة، هو عملية التمويه، يعني صانع العاب كل فريق، هذه محمد مرابط، يمشي محمد، محمد هل يجيبني بطريقة سريعة، محمد المرابط، 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 سددها جانبية، فرصة نسوية جانبية عن مرمى الحارس الحسين الشاذي، لما أقول لكم الحلول قد تأتي. 43 دقيقة يا أستاذ والسيدات، 0-0، سنتابع هدف فيما تبقى من معطيات هذه المباراة، كرة جميلة، مشات حارسية، فرصة، ركلة جزاء من أستاذ، ركلة جزاء زكريا فوتي، استطاع يقف السد المنيع أمام خصومه، هل بإمكانه أن يوقف هذه الفرصة الذهبية والمهمة مع نهاية الجولة الأولى؟ سنتابعه. جول 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 من أبو الفتح، يفتتح حس التسجيل، اسم على مسمى من أبو الفتح، يفتتح حس التسجيل في حدود الدقيقة 45. تابع محاولة زكريا فاتي، يمشي فاتي، يتقدم فاتي، فاتي طافر عن كرة جميلة، خطيرة خطيرة خطيرة، أرسل للفريق الحريسي البحث عن استغلالها، ترجع من لفائدة زكريا فاتي مرة أخرى، يختار التوغل، يختار التمويه، يختار المراوغة وينتظر الدعم والمساندة، شوفنا يعني ضيق على الخناق، بالرغم ذلك لعبها، بالرغم ذلك لعب زكريا فاتي ويخرج دفاع فريق اولمبيك اسفي، يدخل في الوقت المناسب، يعني زكريا الهلالي لاعب قيمته كبيره في وسط الميدان اليوم، يعني نشوفوا بين انس ورداني خذ مكان زكريا الهلالي في الوقت، ولي صبار، محمد مرابط كالعاده، يعني هذول حتى المستوى اكيد يدخل في هذه المنظومه، ما دام لاعب لي يحاول يقدم مستوى جيد في اولى مبارياته هذا الموسم، هذه عرضيه، اكتسب طبعا الخطورة، اعطى كرة على طبق من دابل لوفومبو، اعطى الاسيست، اعطى الاسيست لكريم الهاشمي، لم يتعامل معه بشكل جيد في منطقة جزاء اولمبيك اسفي، كاك الكرة من عناصر اولمبيك اسفي.
مرابط تمرير فرصة خطيرة فرصة 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 لم يستغل في الوقت لمطالبة بلمسة يد يقول العناصر بيكاسا في من وكان هناك لمسة يد سيكون أحسن مما تعنى في الجولة الأولى كرة تمشي أمامية مشات هذه لفريق أولمبيك أسا في ماذا يفعل خابة ماذا يفعل حمزة خابة السددة كانت عنده سو من هذا المكان تقريبا 30 متر عن مرمى الحارس تبعه التسديد غير محدود غير محدود غير محدود أولمبيك أسا في القائم الأيسر يرد كرة لعبت بطريقة جميلة محمد المرابط ركب في منطقة الجزاء كوفي بوا صعود مادي خلاص تلعب مقوس ثبت عن الروسي حاول يستثمر الخيابة لكن اقطع في الوقت المناسب الحارس الحسين الشاذلي التغطية تواصل للأولمبيك هذه ملعوبة من الصبر حاول يستثمر مشى كوفي كوفي حكم يقول ركلة مرمى ملعوبة أمامية فرصة تسديد أرضية لكن جانبية بعيدة عن مرمى الحارس أحمد مروان بالسكة اليوسفية في هذه الجولة الثانية بان أوت بان غير أنه هذا المشكل يتحل لأنه تبع هذه الكرة شبيلة خطيرة خطيرة مشات أمامية بين يدي الحارس بورتي نتمنى أنه هذا المشكل يعالج يعني الوقوف حول لحمزة خابة خابة في اتجاه من يبحث عن الحلول يبحث عن العرضية يلعبها إبعاد راسية من عبد الخالق يترحبي مرة أخرى تعود تسديدة جيدة جيدة وجميلة ورائعة من طرف محمد المرابط اختار أن يباغت الحارس الحسين الشاذلي تحدثت عن مسابقة دوري الأبطال وكذلك كأس الكونفدرالية وكذلك كأس محمد السادس للأندية الأبطال نعود من جديد لضربة الخطأ النسوية ملعوبة مقواس راسية متابعة من الحارس الحسين الشاذلي بعد في الوقت المناسب خرج المكان الهلالي هذه كرة جميلة نسوية فيها تسلل يسير الحكم فيها تسلل حكم يرفع حكم يقول فيها تسلل يعني عناصر لاسيس تحتاج على اللقطة الأخيرة بداعي أنه ما كانش هناك تسلل لكن رفع الرأي الحكم المساعد الثاني سعد الاسمها القادر أولمبيك أسا في سجل التعادل تلعب مقوسة راسية فرصة راسية من يدي الحارس بين يدي الحارس هذه خوفت انصار الفريق الحريسي والمباراة تنتهي السادة والسيدات بفوز فريق يوسفية برشيد فوز مثير ان صح التعبير في هذا الشوط الثاني عانى فيه الفريق الحريسي لكن الاهم هو النقاط الثلاث والاهم والانتصار سيكون وانتصار الثاني ليوسفية برشيد وبميدانه فيما اول هزيمة لفريق اولمبيك أسا فيه هنيئا لفريق يوسفية برشيد النقاط الثلاث حد موفق لفريق اولمبيك أسا فيه والشكر خاص لكل زملاء في هذا الوحدة المتنقلة رقم 6 عبد الرحمن براس على مستوى رئاسة الوحدة إخراج جميل هاب ومحمد المعموري زميل على مستوى الأرقام والمعطيات تحية محدثكم عادل المسعودي شكرا لكم على حسن المتابعة ألقاكم في مواعيد مقبلة بحول الله عبر قناتكم